هي القيمة المضافة التي يضيفها هذا المنتدى للمشهد الديني في المغرب؟ ماذا سيعطي هذا المنتدى للشعب، للأمة، للدولة؟ ماذا سيستفيد الناس من هذا الملتقى أو المنتدى؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. في ظني واعتقادي وتقديري أن الأمور إذا سارت على أحسن ما يرام، أولا هو تجمع للصوفية بالمغرب. هذا التجمع يحتاج إلى المواصلة والاتصال ليعرف المنتسبون للتصوف بعضهم بعضا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الناس عادة يستمعون إلى الخطاب الصحفي الإعلامي، أو يستمعون إلى الخطاب السياسي، أو يستمعون إلى الخطاب النقابي، ولكن قلما يستمع المغاربة إلى الخطاب الروحي. هذا خطاب روحي سيدعو المغاربة من هنا فما فوق إن شاء الله، ابتداء من اليوم. اليوم نقطة تحول، يومنا 18 أبريل 2019 نقطة تحول، بمعنى أن الصوفية الموجودين هنا، الشيوخ والمريدين والأساتذة المنخرطين في التصوف، سيبثون خطابا جديدا للأمة لتحسيسها وتوعيتها بأن التصوف كفيل بتضعيف الاحتقان الاجتماعي. خطاب الصوفي يخفف من الاحتقان الاجتماعي. خطاب الصوفي يعطي الأمل للشباب اليائس الذي منهم من ينتحر ومنهم يركب على قوارب الموت ويذهب إلى أوروبا. خطاب الصوفي يطمئن، يعطي الطمأنينة، يعطي السكينة، يفتح الأمل أمام الشباب أنه هناك أبواب مفتوحة، ألف باب وباب، باب الله مفتوحة أمام الشباب، وأن الله تعالى كفيل بأن ينير لهم طريق، وكفيل بأن يعطيهم الأمل ويتيح لهم الفرص، خلاف الخطاب التيئيسي الذي يخرج من الشباب الطائش الذي يتلقى التربية من الفضائيات الأخرى أو من الشبكة الإعلامية العمومية، يحصل له اليأس، يحصل له القنوط، منهم من ينتحر، منهم من يخرج الإجرام، منهم من يخرج ضد المقدسات الدينية والوطنية. فهذا التجمع الموجود هنا يحاول أن يبث الآن وعبر الشبكة التي عندنا في المغرب للزوايا والطرق، والكثير من الناس سيبثون خطابا في الأسواق، في الجامعات، في الشارع، في الفضاء العمومي، يقول للشباب لا يأس، لا تقنطوا، لا تكونوا متشائمين، المستقبل أمامكم، هيا للعمل. وأيضا الزوايا ستتيح بعض المقاولات من أحباسها ومن مواردها، بعض المقاولات لتوظيفها للشباب العاطل من أجل أن تجد لهم الأعمال وفرص الشغل. إذن هذه هي بعض الأشياء التي سيضيفها الخطاب الصوفي للمشهد الديني بالمغرب والحمد.